السلام عليكم حبايب قلبي. اليوم جبت لكم قصة شخص عامل نظافة يحب لبنية دكتورة. قبل لا أتفضل لكم بتفاصيل القصة، إذا داخل على القناة الجديد خلينا اشتراك وفعل جرس الإشعارات، وأهم شيء من السهم اشارك الفيديو للأصدقاء. هذا الولد عامل النظافة، أنا أعرفه على المستوى الشخصي، عامل بسيط ونيته شريفة. يقول إحنا نشتغل بشارع معين، هذا الشارع إحنا ثابتين به بس مرات نتغير، بس يقول هذا الشارع الوحيد اللي نتردد عليه ونشتغل به وننظف به. يقول احنا تعرفون الدوله ما توفر لنا يعني اكل، لا ريوق ولا غدا. يقول احنا متعودين ندقدق البيبان وهم اللي ينطوننا. فيقول اكباب دائما انا اتردد عليه وانا ادقه، فيقول ادقه تطلع لنا بنيه. يقول هاي البنيه يعني كلش جميله، فاقلها سوي لنا غدا. البنيه ما تقصر، ورا نص ساعه نرجع نقيها مسويت لنا غدا. فيقول الولد انا البنيه حبيتها وما اقدر بدونها نهائيا، فسالت عليها بالمنطقه. طلعت البنية تدرس طب أسنان مرحلة أخيرة يعني دكتورة. يقول أنا من سمعت طب أسنان يعني بعد ما عندي أمل، لأن أنا عامل نظافة وهي طب أسنان، فماكو مقارنة بيناتنا. فأكيد أنا أقول 100% إذا تقدم ترفضني. فيقول أنا صار عندي أمل بسيط، سألت بالمنطقة فقالوا له المنطقة أنت لا تعب نفسك وتتقدم لها، أنت عامل نظافة وهي دكتورة. يقول سألت ناس مقربين، حاولت أدز ناس إلها فرفضوا، قالوا أنت تفشلنا يعني نروح نقولهم عامل نظافة. فيقول أنا أريد حل أو نصيحة من متابعينك عسى ولعل أطلع من هاي المشكلة. يقول أنا حاكيت والدتي، يقول والدتي قبلت تروح يعني تروح تحاكي والدتها البنية، فبس يقول جماعتي المقربين من عندي قالوا لي أنت يعني تحكي صديق، أنت ولك عامل نظافة والبنية دكتورة، يعني أنت ليش تورط نفسك وتفشل نفسك أمامهم؟ بس يقول أنا أريد أجرب وأريد أجرب حظي، وأنا نيتي شريفة وصادقة ويا البنية، وإذا وافقت بي مباشرة نتزوج. يقول أنا لام للعرس أو منتظر البنية وهي إجت وبكتها. فيقول أريد نصيحة من متابعينك أتقدم لو أفشل نفسي، أو نصيحة معينة عسى ولعل أطلع من هاي المشكلة بحل وبلكي يوافقون بيه. فاللي عنده نصيحة خلي يقدمها إله. وأنا من وجهة نظري الشخصية يعني أنا أقول خلي يتقدم لها أفضل، ما بيها شيء، يجوز البنية متواضعة، والترى الحب والزواج ما يفرق بين شهادة وهذا طاق وهذا طيب وهذا ما أعرف شنو، هاي ما لها علاقة نهائيا، يعني أهم شيء الإنسان يكون مرتاح. فأنا أنصح للشخص وياكم وأنتم هم نصحوا بالتعليقات، أنا أقول له خلي تقدم لها وإن شاء الله يصير خير وسلامتكم.